اسمعوا قصة حياة ظروف جبرتني أقول بيها، اسمعوا قصة حياة ظروف جبرتني أقول بيها. زمان كانت لحبيبة جوا قلبي مخبيها، قلبي صاحي حبها ونايم بحلم بيها. نظر دايما يتمنى طول زمان يبص فيها، رحت لأبويا وقلت له بنتي دي أنا غاويها. أبوي ظروف ظروف لنا قال لي الجواز بدري عليها، يا ولدي اصبر واستنى تلاقي يا ما زيها. قلت له يابا ازاي اصبر دنيا ما تحلى الا بيها، يا ابويا قول لي على ظروفك انا كبرت وبسمع ليها. ابويا قال لي اسمع يا ابني ده احنا المال عندينا قليل كل الناس تعلم بيها. قلت له يابا دي مش حجه المال تتحجج بيها، بروح الغربه يا ابويا مجري الصبيه اجيبوا ليها. نويت على الغربه يا عالم لجلي المال وشاريها، لقيت حبايبي وشوفتهم تجيني ورقه بص فيها. خدت في الغربه 3 سنوات ربي العباد يعلم بيها، خدت في الغربه 3 سنوات ربي العباد يعلم بيها. وجيت نازل من غربتي لجلي الصبيه اغنيها، جيت نازل على دار ابويا امي فرحت يا فرحيها. ابويا قال لي اقعد يا ابني ظروف الغربه احكي لي بيها. قلت له مالك بالغربه الله لزول ما يوريها، طلبت المال ادي اللي جبته الصبح تتقدم ليها. ابويا قال لي اسمع يا ابني هنا في حقيقه اسمع ليها، البنت دي من بعدك ابن عمك اتقدم ليها. ومن 1 سنة و4 شهور بتغني وتغنيها، نزلت دموع على خدودي خدود الدمعة تجريها. قلت له يابا لازم اسلم واحط يدي في يديها، ورحت على الباب انادي عيوني فرحت يا فرحها. جتني الحلوة من جوا الله الجمال اتدغليها، لما جت ماشية الله راضي الارض نغزت تحتيها. شوفوا القدر شوفوا النصيب شايلة ابنها على يديها. واقول يا ناري يا ناري يا ناري يا ناري يا ناري يا ناري، واقول يا ناري الجوايا كريم يا ربنا تطفيها. رفعت كفي للمولى دعوة مظلوم بدعيها، الله يسامح ابويا الله يسامح ابويا. حبيت وما طلتش يا شقاي، 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 حبيت وما طلتش يا شقاي.